السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة التربية الإسلامية الامتحان التمهيدي 2022، الامتحانات التمهيدية الوزارية. هذا مادة التربية الإسلامية، الأسئلة راح نحلها احنا وياكم. السؤال الأول أحكام القرآن الكريم، أحكام التلاوة. السؤال الأول أجب عن فرع واحد فقط، ما الآداب التي ينبغي على قارئ القرآن مراعاتها؟ راح يكون السؤال الجواب كالآتي: السؤال الأول، أولا نظافة الجسم والملابس والمكان، ثانيا الجلوس باستقبال القبلة، ثالثا قراءة القرآن بهدوء وتدبر واستحضار هيبة القرآن الكريم، رابعا الابتعاد عن كل ما يخل بقدسية القرآن الكريم كالضحك واللهو واللغو والعبث، خامسا التفكر بالآيات القرآنية الكريمة والاقتداء بالمثل والقيم العليا وترجمتها إلى سلوك حسن في الحياة اليومية. فرع باء يقول تدخل لام للتعريف على الأسماء فقط فيكون لها حكمان، ما هما؟ الحكم مال لام التعريف أول شيء هو الإظهار القمري، تدخل على الأسماء التي تبدأ بأحد الحروف القمرية في عبارة أبغي حجك وخف عقيمة وعلامتها السكون. ثانيا الإدغام الشمسي، تنقلب إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم الذي يبدأ بالحروف الشمسية ثم يدغم الحرفان ليصبح حرفا مشددا واحدا. الحفظ، السؤال الثاني أجب عن واحد فقط من ما يأتي، أكتب ما تحفظه من سورة النجم من قوله تعالى والنجم إذا هوى إلى ما أوحى. راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلي العظيم. هذا بالنسبة للفرع أولا. ثانيا اكتب ما تحفظه من سورة الشمس من قوله تعالى والشمس وضحاها إلى قد أفلح من زكاها. راح نجاوب بالصورة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الحد قد أفلح من زكاها، صدق الله العلي العظيم. زين، التفسير والمعاني. السؤال الثالث أجب عن واحد فقط من ما يأتي، فسر قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان. راح نجاوب بالصورة التالية، نقول إن من دلائل قدرة الله وعظمته خلق الشمس والقمر وحركتهما المحسوبة بزمن محدود لا يزيد ولا ينقص، وفيهما النور والضياء، ولولا الشمس لعاشت الأرض في ظلام دامئ، ولتجمدت الأرض، ولما استطاع الإنسان والحيوان والنبات أن يعيشوا على الأرض. أعزائي التلاميذ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل ما هو جديد. نرجع نكمل، يقول ثانيا هل الإنسان وحده يسجد لله تعالى؟ وضح ذلك، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه ذلك؟ الجواب، نقول إن القرآن الكريم يوضح لنا أن كل شيء في هذا العالم يسجد لله، أن يخضع لعظمة الله، ومنها النجوم والأشجار، ولكننا لا نعرف سجود هذه المخلوقات. هذا بالنسبة، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه ذلك؟ علينا أن نسجد لله ونصلي شكرا له وطاعة. فرع باء، هات معاني خمسة من الكلمات الآتية: بهيمة، بهيمة الحيوان، علمه البيان، علم الإنسان النطق والكلام، غرسا ما يزرع في الأرض من شجر ونبات، تلاها تبعها، الحكمة، الحكمة هاي مداخلة من ضمن الحذف بس هو جايبها، هاي في صورة لقمان، أصابت الحق بالعلم والعقل، بالقسط بالعدل. زين، التربية الإسلامية، الحديث الشريف. سؤال رابع أجب عن واحد فقط من ما يأتي، اكتب حديثا نبويا شريفا في حسن الجوار،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. صدق رسول الله. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله السارق. وضح معنى اللعن في الحديث الشريف أعلاه، ثم أذكر خمسة من أهم ما يرشد إليه الحديث. إحنا شعدنا عدنا اللعن هو شنو؟ هو الطرد من رحمة الله تعالى ومن كل خير. نذكر خمسة. السارق مطرود من رحمة الله تعالى ولا ينال الخير، يعاقب القانون السارق على سرقته. السرقة تنشر الرعب والجريمة في المجتمع، المسلم أمين ونزيه بعيدا عن السرقة. الله تعالى يعاقب السارق في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للسؤال الرابع. العقيدة الإسلامية السؤال الخامس، أجب عن واحد فقط من ما يأتي. ماذا تمثل السنة الهجرية للتاريخ الإسلامي وما الذي يعرفه المسلمون من خلالها؟ وضح ذلك. احنا عندنا السنة الهجرية تمثل السنة الهجرية الهوية التعريفية للتاريخ الإسلامي، هذا الشطر الأول، ومن خلاله يعرف المسلمون مناسباتهم الدينية وتكاليفهم الشرعية، فيؤدون ما أمرهم الله به من عبادات كصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام في شهر ذي الحجة، ويحتفلون بأعيادهم وأفراحهم ويستذكرون جميع مناسباتهم. يقول ثم اذكر الأشهر الحرام. الأشهر الحرم هن محرم، رجب، ذو القعدة، وذو الحجة. ثانيا يقول اذكر شروط الحج، ثم وضح سبب حج الرسول صلى الله عليه وآله أمام المسلمين. الجواب، احنا عدنا شروط الحج. اولا ان يكون مسلما عاقلا وبالغا، وهذا يعني ان المجنون والصغير لا فرض عليهما، قادر على السفر وآمنا على نفسه وصحيح البدن وسالما من الامراض التي لا يستطيع معها اداء مناسك الحج، مالكا نفقات السفر ذهابا وايابا، آمنا على ماله وعياله مدة غيابه في الحج. هذا بالنسبة لشروط الحج. سبب حج الرسول، حج الرسول صلى الله عليه وآله أمام المسلمين ليعلمهم مناسك الحج بشكل صحيح، وقال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم. هذا بالنسبة لحل السؤال الخامس. السؤال السادس، السيرة النبوية. السؤال السادس، أجب عما يأتي. ما سبب تسمية عام الحزن بهذا الاسم؟ سبب تسمية لأنه العام الذي توفيت فيه أم المؤمنين خديجة عليه السلام، ومات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله. توفيت فيها أم المؤمنين خديجة عليه السلام، ومات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله. نجي هنا يقول من عمران وما قصة نذر زوجته؟ عمران، الجواب، عمران هو أبو مريم وجد عيسى عليه السلام، وهو رجل صالح وعالم فاضل. شنو قصة نذر زوجته؟ كانت زوجته تتمنى أن تنجب ولدا ذكرا، فلما حملت نذرت أن تجعل مولودها خادما لبيت الله، لكنها ولدت أنثى وسمتها مريم، فلما كبرت أصبحت تخدم في بيت الله المقدس. نجي هنا عندنا الآداب الإسلامية. السؤال السابع، أجب عن فرع واحد فقط. هل يجوز لنا سب آلهة المشركين ولماذا؟ كلا، لا يجوز سب آلهة المشركين، فحين نسب آلهتهم سيسبون الله ربنا الكريم، فنكون السبب في ذلك، لأنهم جاهلون ظالمون لا يحفظون لشيء حرمة ولا قداسة. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هاي الآية حفظوها أعزائي الطلبة، مهمة. نجي باء، اذكر موقفا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله يبين التسامح. احنا عندنا موقف الرسول حين عفى الرسول صلى الله عليه وآله عن المشركين الذين آذوه في مكة وعذبوا أصحابه وقتلوهم وقتلوا عمه حمزة وعددا كبيرا من المسلمين، حين قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لكل ما موجود في حل هذه الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.